طبعا اليوم كانت محاضرتنا بخصوص التحول الحكومي اللي الهدف طبعا كانت او هدف الورشه كان طبعا ان احنا نشوف التحول الحكومي من الحكومات التقليديه الى الحكومات المتطوره وشنو بالضبط المعايير اللي بتنعكس في التحول من خلال نظرتنا الى العمليات الحكوميه من خلال نظرتنا الى الأهداف من خلال كذلك تدارس النقاط المتعلقة بتقديم الخدمات الحكومية بصورة أفضل من خلال كذلك نظرتنا إلى كيف هذه الحكومات بتشارك المواطنين كذلك في آرائهم. فاليوم طرحت الورشة كيف راح تنتقل الحكومة في طريقها إلى حكومة متطورة، وكذلك تدارست كذلك التجارب اللي قامت فيها مملكة البحرين من خلال تطورها طبعا من حكومة تقليدية إلى حكومة متطورة. شفنا طبعا بعض المشاريع والمبادرات اللي نفذتها مملكة البحرين واللي هي مكنت المواطنين من المشاركة بآرائهم في تطور الحكومة. عندنا أكبر مثال طبعا عندنا طبعا نظام تواصل اللي قامت بإنشاء هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية. عندنا كذلك طبعا برنامج فكرة اللي يشرك كذلك آراء المواطنين وأفكارهم ومشاريعهم لتطوير الخدمات الحكومية والأنظمة الحكومية. كذلك تدارسنا كيف أن الحكومة طبعا غيرت عمليات وأصبحت تدور حول المواطن، وكيف أن احنا نوصل حق رضا أعلى للمواطنين في حكومة مملكة البحرين. ونتمنى طبعا أن هذه الورشة عادت بالفائدة على الحضور، ووضحت لهم طبعا رؤية الحكومة في الانتقال إلى حكومة متطورة تلمس طبعا في النهاية سعادة المواطنين ورفاهية المجتمع. وفي النهاية طبعا هذه النوع من الورش يساعد على تبادل الخبرات ويمكن استشراف حتى مستقبل مملكة البحرين في مجال تقنية المعلومات.